حينما تفاجأ أخواننا كثيرين بهروب بن علي إلى جدة وليس إلى روما أو باريس، نعم. قلت نحن هذا لا ليس مفاجئا. ليس مفاجئا. لم يكن أحد يصدق أن يذهب قائد الانقلاب في يناير مثل هذه الأيام، في يناير 93، إلى السعودية ويستقبل كما قال هو استقبال هائل من طرف الملك فهد. ملك فهد يومها مقعد تماما. لكن الانقلاب على جبهة الإنقاذ. نعم. 91. قائد الانقلاب على جبهة الإنقاذ الإسلامية في 11 يناير 92. بعدها بالسنة كان في السعودية ويقول أنه استقبل استقبال رائع. من بين الأشياء الذي يرويها في مذكراته خالد نزار يقول أن الملك استقبل استقبال هائل، ويقول أنه جاءه علي بن الحاج وعباسي مدني هنا عندما كان آنذاك مرت سنة على حرب الخليج، وقالوا له دعك من الأمريكان ونحن نأتوك بمليون جزائري ليدافع عن السعودية عن الحرمين. قال هذا من هو هذا؟ قال ثم أن هذا بالحاج لا يعرف كيف يأكل ولا كيف يلبس، يعني ذهب إلى تقليل منهم بأنه جاءه بلباس متواضع رجل زاهد. من البقول عن علي بن الحاج؟ من الذي يصف علي بن الحاج؟ الملك فهد. الملك فهد يصف علي بن الحاج لأنه ذهب مع عباس المدني هناك وقابلوه، قابلوه لكي يرفض تدخل الأمريكي قبل وصول العسكر الأمريكيين في بداية. هذا بعد اللي طاح بجبهة الإنقاذ في 92 لا قبل مثلاً؟ هذا في 91. في 91. قبل علي بن الحاج وعباس المدني ذهبوا يطلبوا الدعم السعودي في دولة إسلامية. لا ذهبوا ليقدموا خدمات يعني للدفاع عن السعوديه يعني صدام. السعوديه التحالف هذا قبل الانتخابات قبل الانتخابات بسنه قبل الانتخابات جرت في نهايه 91 وهذا الكلام في نهايه 90 في نهايه 90 كانت هذه الزياره قبل ان يصل الجنود الامريكان للجزائر قبل الحرب الخليج بشهر بسنه هذا الكلام كان قبل حرب الخليج بشهر او شهرين لكن قبل الانقلاب بسنه فهو يقول له يذكر هذا خالد نزار في مذكراته يقول ان الملك فهد قال لي العصا 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 هؤلاء ليسوا بمسلمين اولا قام بعمليه التكفير ثم كيف تواجه هذا التكفير تواجهه بالعصا يعني تواجهه بالقتل بالقوه يعني بالقوه ثم يقول قائد الانقلاب أنه عاد وهو يحمل في حقيبته ملايير دولارات ملايير دولارات طبعا كانت آنذاك لتمويل حرب شديدة القذارة في الجزائر للأسف كانت بين أسوار مغلقة كانت الناس تسمع ولا تعرف ما يحدث لكن كانت شديدة القذارة وهم يعترفون اليوم بمقتل أكثر من 200,000 شخص 200,000 جزائري ناهيك على التدمير هي محاربة لعملية العملية الديمقراطية اللي نتجت بعد ذلك يعني هي محاربة لفكرة انتقال السلطة عبر صناديق الاجتماع. أولاً لهذا. وثانياً للاثنين. لا يجوز لأي حزب إسلامي أن يفوز. بالضبط. لا يجوز لأي أن ينجح في أي مكان. أن ينجح في أي مكان. وهنا تم ضرب قضيتين. حتى في ماليزيا حاربوا. تم ضرب قضيتين بالضبط. وهنا في الجزائر تم ضرب قضيتين. قضية التحول. الاختيار الصحي اختيار شعبي يختار حاكمه تم ضربها لأنهم لا يقبلون ذلك ثم إذا كان هذا الحاكم مسلما فبطبيعة الحال تكون الجريمة أبشع بالنسبة للسعودية.